السلام عليكم. حرفيا هالقصة هذه في نهايتها راح تصفق لا شعوريا من جمال التفاصيل، وراح تحزن انها انتهت، ما ودك تخلص. القصة الله يسلمكم بدت احداثها عام 1984 في منطقة تهامة او في جبال تهامة الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية. هذه قبيلة تعيش في أحد أكبر القرى اللي موجودة في تهامة، لكن في ذاك الوقت كان موضوع الحدود بين اليمن والسعودية ما هو مقسم بالشكل الرسمي، كانت في اتفاقية عام 1930 وشوي لكن ما تمت، واستمروا الناس اللي كانوا يعيشون في الفاصل على هالمنوال هذا. لكن من بعد أول اتفاقية كانت مبدئية بين دولتين، في ناس من هالقبائل هذه حصلوا على الجنسية السعودية، وفي منهم بقى على الجنسية اليمنية، وهم من نفس العائلة لوجودهم على الفاصل. ما تقسمت الحدود إلا في اتفاقية جدة كان في عام 2000 وتم ترسيمها بشكل رسمي. ما كن بالطويلة، هذا الموضوع له علاقة في القصة. كان في رجلين، واحد اسمه أبو نافع وأخوه اللي أصغر منه بسنة اسمه أبو ماجد. هذول قبل 50 سنة، يعني قبل العام 1984 ب50 سنة، حصلت لهم مشكلة. أبوهم قتل عن طريق الخطأ من رجل من أحد أشهر القبائل، كان يبحث عن غريم له، هذا قاتل أبوه، واشتبه في أبو نافع، أبو نافع وأبو ماجد، اشتبه فيه وقتله. بعدين اكتشف أن ما هو الرجل المطلوب. المهم هذول المساكين تيتهم، وكانت أمهم متوفية وما بقى إلا عنده الولدين، وتيتهم والعيال بسبت هالرجل اللي قتل أبوهم. فاحزنوا عليهم الناس وتدخلوا وكذا وطلبوا الصلح، ولأن العيال كانوا صغار في العمر انتظروهم إلى أن وصلوا لعمر 18 سنة، وطلبوا منهم التنازل عن الدم. وفعلا هم عرفوا أن القصة كانت مجرد خطأ وما كان في حقد بين الرجل وأبوهم، فتنازلوا عن دم أبوهم وكرموهم أهل القبيلة، حتى أنهم زوجوهم بنت أحد الشيوخ. زوجوا منه أبو نافع، زوجوه مرة بنت أجاويد، بنت عائلة معروفة وناس في قمة الاحترام والأخلاق والأدب، وفعلا كانت امرأة بمعنى الكلمة زوجة أبو نافع، أم نافع. بعدين أبو ماجد قرر أنه يتزوج، فكلم أخوه قال أكلم لي أم نافع تشوف لي بنت الحلال. قال له أبشر. فعلا كلمها وجابت له بنت الطيح الطير من السماء، أو بنت كذلك من القبيلة هذه، من هالشيوخ هذه القبائل اللي يحبون أبو نافع وأبو ماجد بسبة القصة اللي حصلت وتنازلهم عن الدم وكذا. وقاموا وزوجوه بنت أخو أم نافع، يعني أم نافع صارت خالتها، تصير خالة أم ماجد اللي تزوجها أبو ماجد. أبو نافع مع مر السنوات الله رزقه بخمس بنات وولد واحد اللي هو نافع، لكن نافع طلع معاق حركيا. أما أبو ماجد الله رزقه بخمس أولاد وبنتين، أكبر عياله ماجد، يموت في ماجد. ماجد لما كبر صار رجل يعتمد عليه، عمره 18-19 سنة، كان أبوه يشوف الدنيا كلها بعيون ولدها ماجد. ماجد رجل والكل يمدح، يعني رافع راس أبوه. أبو نافع شنو شغلته؟
أبو نافع يعمل في التجارة، ابتعد عن المزارع، ابتعد عن الرعي، ابتعد عن هالسوالف هذه، قاموا فتح له محل لبيع الأواني وبيع الأشياء اللي تختص في أثاث المنزل وغيره. فاتح له محل، وخصوصا أن في أحد القرى اللي بعيدة عن المدن وبعيدة عن وعايشين في وسط هالجبال. أبو ماجد ما له بهالموضوع، إنه موضوع التجارة وكذا، قام اشترى له فان، والفان هذا عبارة عن السيارة اللي هي مثل الباص لكنها تعتبر صالون، لكن تنقل 9 ركاب 10 ركاب. فأخذها علشان يوصل المعلمات. في ذاك الوقت في كثير من أهل القرية اللي يعيش فيها أبو ماجد أبو نافع، في فتيات تخرجوا بشهادة يعني تعليم أنهم كمدرسات، ولأن المنطقة اللي عندهم منطقة كانت جدا فقيرة وما فيها مدارس وما فيها الحياة المدنية، بما أنهم يحملون الجنسية السعودية على قصة الاتفاقية اللي كانت في عام 1930، أو كانوا يسمونها ما هي جنسية، أعتقد كانوا يسمونها اللي هي تابعية أو أوراق يعني أو جواز، المهم مهما يكون يعني أن هذول يثبت أن هذول سعوديين يعيشون على الطرف الحد اللي بين اليمن وبين السعودية، فيسمح لهم أن يتوظفون في مدارس السعودية. لكن هالمعلمات كانت عندهم مشكلة في موضوع النقل، لأن أقرب قرية في الطرف السعودي علشان يروحوا لها ويرجعون يحتاجون إلى 2-3 ساعات طريق وعر وكذا، وحتى في العودة، لكن لقمة العيش يعني كانت تجبرهم أن يروحون. بس منو اللي يوصلهم؟ اللي يوصلها لازم ينتظرها لحد ما تخلص دوامها ويرجع مرة ثانية، يعني ما يوصلون إلا على الساعة 4-5 العصر ويطلعون من الفجر. فلازم يكون واحد متفرغ علشان يودي مثلا زوجته ولا أخته الداوم فيها المناطق هذه، والموضوع يعني ما هو بهالسهولة أنها تنقل بروحها. ما في إلا أبو ماجد صاحب الفان. إيش سوى أبو ماجد؟ قال ميبا أنا أوصلهم وأوديهم وأجيبهم، أوديهم من الفجر أوصلهم لمدرستهم وانتظرهم إلى أن ينتهي اليوم الدراسي وأخذهم وأرجعهم وأرجع البيت أنا، خلاص هذه شغلتي. قالوا له تم. لذلك كان يأخذ عليهم مبلغ شوي يعني أكثر من موضوع أنه يوصل فقط، يعني لأن يومه كله فقط للمعلمات، وكانوا أهاليهم موافقين لأن أبو ماجد أمين جدا جدا. حصل 9 معلمات، وكل واحدة قولوا في ذاك الوقت كان يأخذ منها 1000 ريال 1500 ريال، فكان هذا يعتبر هو راتبه، هو اللي يعيش منه وهو اللي يصرف على عياله ويصرف على نفسه وعلى سيارته. والمعلمات كانوا راضين بهالوضع، لأن أن زوجها يروح ويترك أشغاله راح يتدمر الزوج، وهي يعني راح أضل على راتبها، فالموضوع يحتاج إلى واحد متخصص في النقل ومجموعة معلمات راح يوفرون الأجرة. فاستمر أبو ماجد على توصيل المعلمات من الفجر وما يرجع إلا العصر للبيت ويرتاح وينام وينتظر اليوم الثاني عشان يوصلهم. سنواته على الحال، في معلمة تتقاعد، في معلمة تقدم استقالتها، معلمة تتوظف جديد، صار هو الوحيد اللي يوديهم ويجيبهم، وكان ماشي الأمور مثل الحلاوة. راحت الأيام وجدت الأيام، عنده 9 معلمات كلهم متزوجات، ويعرف كل واحدة فيهم ومن زوجها ومن أخوها ومن، لأنهم كلهم من نفس القرية وكلهم يعرفون أبو ماجد، إلا واحدة بس من المعلمات اسمها سعدة. هذه سعدة بنت مثقفة وخريجة ومعلمة وكذا، لكن كانت سليطة اللسان، كان لسانها طويل وفيها وقاحة، والبنت كذلك بشعة ما تملك من الجمال. يوم الأيام تقدم له واحد، وكانت عندهم العادات، وإلى الآن موجودة العادات في كثير من الدول أصلا، حتى عندنا في الكويت رجل ما يشوف المرأة اللي تقدم لها، حتى رؤية شرعية ما يعطونه،
بعد ما يكتب كتاب خلاص كيف عاد هو نصيبه مثل الرقية يصير حلوة يا تصير يعني تحمد ربك. أو في بعضهم حتى لو أنها تطلع مثلا ما هي حلوة أهم شيء أنها بنت أجاويد بنت عائلة أخلاق وكذا وتستمر الحياة. وفعلا يا مناس في البداية ما عجبتها زوجته ما شافها أو شافها مثلا بالمكياج واكتشف أنها مثلا مو حلوة بدون مكياج أو أنها اكتشف أنها مثلا مسوي عمليات وجسمها ما هو مضبوط مثلا. لكن بعد العشرة والله تصبح هذه المرأة لأن اقتنع ورضى بقسمة رب العالمين ولأن حب الجوهر اللي فيها وحب الروح اللي فيها يقوم يعزها أكثر حتى من ملكة الجمال. ويشهد الله هذه كثير قصص مرت علي تلقى واحد يحب امرته حب خيالي رغم أنها ما فيها ذرة جمال لكن جمالها بأخلاقها جمالها بتعاملها جمالها بروحها جمالها بشخصيتها. نرجع إلى سعدة. سعدة هذه الله يسلمكم لما تزوجها الرجل ودخل عليها بدون ما يشوفها كان أول مرة يشوفها على الدخلة لكن انصدم فيها البنت يعني ما دخلت مزاجها ما عجبته وانغش فيها مثلا وهو باعتقاد أنه انغش فيها وفوق هذا اكتشف أنها صليطة اللسان وقليلة أدب وما هي محترمتها ولا وشايفة نفسها لأنها معلمة في ذاك الوقت من اللي عندها الشهادة اللي موظف كمعلم له شخصيته وهيبته المعلم إلى الآن طبعا لكن أقصد في ذاك الوقت الواحد كان يكتفي حتى في الابتداء أقل ما فيها يقرأ ويكتب وخلاص وانتهى الموضوع. فكانت كذلك شايفة نفسها على الرجل قال يبا أنا وياك ما راح نستمر مستحيل احنا ما راح نمشي بهالحياة هذه يبقى الله يسهل عليك وانت طالق وروح بيت اهلك. وفعلا طلقها ورجعت سعدة الى بيت اخوها امها وابوها متوفين ما بقى عندها الا اخوها واخوها متزوج وعنده 3 اولاد. رجعت لهم سعدة تعيش في بيت اخوها. المهم بدت المشاكل بين سعدة وبين زوجة اخوها وهذيك تضايقت الظاهر ان ما صدقت على الله ان سعدة تروح وتتزوج وتسهل امورها لكنها تفاجأت انها تطلقت ورجعت مرة ثانية يعني وراها وراها. يوم الايام اخو سعدة راجع من الدوام كالمعتاد ويدخل البيت ولا سعدة متضايقة وتبكي وحزينة قال ايش فيك يا سعدة ايش صاير؟ قالت لا انا كرهت حياتي وانا يعني بعد ما تطلقت الناس تسولف عني أهل القرية والحريم كلهم يسولفون إن هذاك طلقني لأني أنا بشعة وطلقني لأن أنا لساني طويل وقام يطلع علي كلام ومن هالسوالف هذه. وفوق هذا أنا كاره العيشة عندك يا أخوي. قال لا أفا ليش يا سعدة أنا أخوك وأنا الوحيد اللي باقي لك في الدنيا وأنا حسبة أبوك أنا ما قصرت. قالت لا المشكلة مو هي فيك المشكلة بزوجتك زوجتك سوت لي مشكلة والآن تحاول أن يعني ترتاح مني وتتخلص مني بشكل علني وقامت تقول لي أنا ماني طايقتك عندي في البيت يا أخوي ارحمني وأنا قاعد أتعب أروح المدرسة وأنت عارف طريق 2 ساعة ورجع 2 ساعة ويوم دراسي متعب وكذا وبالنهاية أرجع إلى بيت ألقى واحدة مثل زوجتك تزن على راسي أنا طقيت خلاص ما أقدر أعيش ما أقدر أتحمل. قال شنو تبيني سعد أروح الحين أضربها لك؟ قالت لا 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 لا, لا تضربها ولا شيء يا أخوي اشتر حلالي اشتر نصيبي من ورث أبوي وعطني إياه وأنا بروح أستأجر لي بيت ولا شقة بجانب المدرسة اللي أعيش فيها بالجانب السعودي في القرية اللي أنا أدرس فيها وأكون قريبة من دوامي وأرتاح. قال لا وشلون تعيشين؟ قالت لابن الحلال أنا تعبت وخلني قريب عند مدرستي وما أقدر أترك هالوظيفة وانت عارف الوضع عندنا تعبان ويا دوب إن حصلنا هالوظيفة. قال لحظة شوي لحظة قال خلنا أروح حق زوجتي أشوف هذا قليلة أدب ليش تزعل أختي وليش كذا. راح لها ويلقى زوجته كذلك أم عصبة مضايق. قالت لي يا أنا يا أختك سعدة فكني منها تبي أختك خلاص
خلك قاعد انت واختك وخذ عيالك وانا برجع بيت ابو. قال له يا بنت الحلال اذكر الله. قالت لا تخلص منها باي طريقه. قال خلاص خلاص هي اصلا بنت تبي تروح تسكن في القريه اللي بجانب مدرستها وراح تكون زيارتها علينا خفيفه، فلا تزعلينها ولا خلاص اهدي الوضع وكل واحد يكون بحاله وانتهى. قالت خلاص اوكي. رجع حق سعده قال لها ما في مشكله، تبي تروحين تستاجرين قريب من مدرستك لكن بشرط كل اسبوع تجين عندي قبل اليوم الدراسي، يعني مثلا اذا كان في ذاك الوقت اعتقد كان يوم السبت الدوام، فتكونين عندي يوم الخميس ترجعين نهايه الاسبوع وتجلسين الجمعه، ولما تروحين تباشرين عملك من اول بدايه الاسبوع تطلعين من عندي هنا من البيت مع ابو ماجد، وابو ماجد هو اللي وصلك بالاسبوع مره. قالت اوكي لك وعد اني كل نهايه الاسبوع اكون عندك في البيت، ابات عندك يوم واليوم الثاني اداوم من عندك من هنا. قال لها اوكي الله يسهل عليك ودير بالك على نفسك يا سعده واي شيء تبينه. قالت خذاها وطار فيها الى القريه اللي تدرس فيها، وفعلا استأجر لها شقة قريبة جدا من المدرسة وضبط أمورها وسأل عن المكان اللي ساكنة فيه. قالوا كل يعني اللي يشتغلون هنا يعني كلهم في بعضهم يعملون كممرضين في عيادة له مستوصف الحكومي، وفي منهم معلمات وفي منهم يعني كلهم بنات وساكنين حوالين بعض. ارتاح واطمئن على وجود سعدة بينهم، تركها قالها يلا الله يحفظك ورجع القريته. وصار ابو ماجد في اول ايام زعلان، ليش؟ لان هو عنده 9 معلمات وخسر واحده، ويفرق معاه الموضوع هذا، وما في معلمه لا تعيين جديد ولا في واحده يوصلها، يعني المشوار يمكن يطلع عليها براس ماله او خساره. يعني راح لاخو سعده قال له يا أخوي الحين سعدة أنا تقول لي تعال وصلها بس نهاية الأسبوع، يعني نهاية اليوم الدراسي يوم الخميس أرجعها معاي وأوديها بس يوم واحد، شنو تقصد؟ يعني الأجرة كم راح تكون؟ أنا ما يوفي معاي. وكان زعلان قال لا 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 اطمئن يا أبو ماجد راح أعطيك زيها زي البنات الثانيين المعلمات الثانيين، راح أعطيك الأجرة بالكامل بس جيبها لي نهاية الأسبوع وتخليها تداوم أول أسبوع وهي تبات هناك في شقتها بجانب المدرسة. قال إذا الموضوع كذي ما عندي مانع. المهم راحت الأيام وجدت وصارت فعلا تروح وترد سعدة على بيت أخوها كل ويك إند، وصار الوضع بينها وبين زوجة أخوها استقرار، ما في مشاكل، وهذه كذلك حست إنه خف الضغط عليهم قامت تشوفها يعني، فتمشي الأمور تحملها يوم واحد اللي هو نهاية الأسبوع وماشي الأمور على أفضل ما يرام. وبعد تقريب الأشهر أو يجي آخر يوم دراسي والمعلمات توهم طالعين من المدرسة مبسوطين ومستانسين إنه خلاص راح يرتاحون، عندهم إجازة الصيف إجازة طويلة، فركبوا كلهم مع أبو ماجد ومبسوطين والبنات تغني وما أدري شنو المعلمات ويضحكون مع بعض ومبسوطين، لين وصلهم أبو ماجد إلى الساحل اللي دائما متعود يوصلهم عنده في وسط القرية، لأن كلهم بيوتهم حوالين هالساحة، الساحة هذه فيها مسجد، دائما كان يوصل مرات على العصر على صلاة العصر أو صلاة المغرب، فيكونون أزواجهم كل واحد ينتظر عند المسجد ياخذ زوجته من أبو ماجد ويروح البيت، فكان دائما متعودين أهل المسجد ينتظرون أبو ماجد لما يوصل. أبو ماجد وصل قبل صلاة المغرب، فكل واحد رايح المسجد جالسين اللي يتسنن اللي يتوضأ اللي كذا ينتظرون لين يوصل باص أبو ماجد ويخلصوا صلاة، يأخذون كل واحد يأخذ لامرته ويروح البيت. وقف أبو ماجد فعلا ونزلوا المعلمات، وكل واحدة من المعلمات معاها كيس الشاي، تعرفون الأكياس اللي
تصنع مرات من القماش من الخيش أو من الخزف أو من أشياء كثير يعني تصنع منها، مثل الحامل يحملون فيه مطارات أو برادات الشاهي والقهوة، وتحط فيها مرات أكل، تحط فيها شغلات يعني تقدر تمشي فيها يومها، لأن عندهم عيب المرة تنزل بقالة ولا تروح تشتري من سوبر ماركت، وأبو ماجد ما يقدر يوقف على جانب الطريق في الأماكن اللي تباع فيها الأشياء أو المأكولات، يخاف على النساء اللي معاه يعني. بالإضافة إلى أن هناك جنب المدرسة ما في مطاعم، فكل وحدة تأخذ معاها كيس الشاهي هذا، تحط فيه البرادات، تحط فيه الماي، تحط أكل، تحط عشان تمشي يومها. فكل وحدة من المعلمات نازلة من الباص ومعاها الكيس مالها، وينتظر أبو ماجد واقف جنب المسجد ينتظرهم ينزلون. انزلوا فبقى كيس عند الباب برا، يعني برا السيارة، كيس الشاي هذا. واحدة من المعلمات الظاهر ناسيته، يطالع أبو ماجد من هذه ناسية الكيس مالها، الظاهر شافت زوجها وراحت له على طول ومشوا ونسوا الكيس هذا. يوم اقترب من الكيس بيشوف شنو فيه، يعني شاي ولا كتب ولا شنو فيه، ولا فيه لفة كذي. يوم فتح اللفة ولا فيها مولود، ولد صغيرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قال من هالغبية هذه اللي ناسية ولده؟ طبعا ما كان مستغرب وجود الولد، لأن أصلا كانوا المعلمات لأنه يجلسون طول اليوم رايحين للقرية البعيدة عشان يدرسون، فاللي يكون عندها ولد مثلا في سن الرضاعة أو ما عندها أحد يمسك ولدها تأخذه معاها. هناك في المدرسة عندهم واحدة مثل الداية يعطونها فلوس وتمسك عيالهم، فشي طبيعي أنك الوحدة تجيب مرات معاها بنتها ولدها اللي يحتاج إلى أمه طبعا. فقال الظاهر واحدة فيهم ناسية ولدها، معقولة واحدة تنسى ولدها؟ حاطتها بكيس الشاي بدل ما تحط فيه الشاي والأغراض، حاطة ولدها. وقال منو هذه اللي يعني هو يعرفهم، يعرف شاف المولود تو صغير، فقال أنا ما أذكر أن واحدة سمعت أن جاها مولود وباركت لها، يعرفهم. وأبو ماجد كبير في العمر، يعني عمره الآن أصبح في نهاية الخمسينات يعني، فمستغرب يعني منو اللي تو عندها ولد بالعمر. المهم بعد الصلاة قام يمسك أزواج المعلمات اللي يوصلهم يعرفهم، أو يمسك أخوها، يا فلان أنت عندكم مولود تو جديد وكذا جايكم؟ يقول لا. ليش؟ قال يا أخي ما أدري، واحدة ناسية ولدها عندي ولا وحاطتها في كيس الشاي، وهذا موجود حاطه على طرف المسجد، ويجون يطالعون. قال لا والله هذا احنا ما عندنا أولاد في هالعمر هذا. يسأل الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، بسم الله، ولا واحد فيهم. شو السالفة؟ من اللي ناسية ولدها عندي؟ يوم عجز وتورط في الولد قام وبلغ الشرطة، قال يبا تعالوا وأنا لقيت ولد برا عند باب الباص وكان في كيس الشاي، يعني أكيد كان موجود هذا داخل الباص قبل ينزلون المعلمات، لأن كانوا متعودين كل واحدة فيهم تمسك كيس، وهذا الكيس يعني متشابه في أكثر من واحدة تشيل نفس شكل الكيس هذا. فأنا ما أعرف، وسألت أهاليهم قالوا ما ندري وما عندنا عيال في هالعمر. قاموا الشرطة واستدعوا كل الأزواج، تعال وجيب مرتك. جابوا المعلمات التسعة، من بينهم منو؟ سعدة. حققوا معاهم كلهم، ولا واحدة فيهم عندها هالولد، ولا هي متخلصة منه مثلا، ولا انه في مشاكل والزوج يدري وعنده عياله والوضع مستقر في البيت، يعني من وين جاء هالولد؟ سألوا سعدة. سعدة قالت لهم يبا انا اصلا مو متزوجة، يعني ليش سمعنا انا اللي سألته؟ قال لا يبا سألناهم كلهم وانت من ضمنهم، يعني تحقيقي ايش في، لا تزعلين. قالت لا يبا انا مو متزوجة، انت قاعد تسيء سمعتي، يعني انا ماني متزوجة وانا تطلقت يعني بعد اسبوعين من زواجي ولا حامل ولا كذا. قالوا يبا احنا اسفين يلا روحوا كلكم روحوا.
توهق وقالوا لي من الحلال يمكن ما كان داخل الباص. قال انا متاكد عند الباب والباب اللي ينزلون منه الحريم يعني من ورا، والكيس هذا كانه وحده فيهم هي اللي كانت شايلته من المعلمات. الحين تورطوا في الولد وصار الليل والولد بدا يبكي صحى والظاهر انه كان نايم. المهم شو سوي فيه؟ جابوا وحده من المعلمات، واحدة فيهم عندها خبرة، عندها أولاد وكذا، عندها خبرة وتعرف يعني تسوي الرضاعة، تعرف داري قالوا الله خليك بس بدلي له الظاهر ريحته، يعني مبين إنه كأنه موسخ نفسه وكذا، نظفيه لين نشوف أحد يعني، أو نحوله إلى مستشفى، نحوله إلى يعني إدارة رعاية. وفي ذاك الوقت وين تحصل يعني؟ هو في منطقة نائية جدا يعني. فتورطوا في الولد، قالوا حق واحدة فيهم الله يخليك بس، قالت حاضر بالعكس، خذت الولد وبدت تنظفه وبدت أثناء ما فكت اللفة اللي كانوا ملافين فيها الولد، وتشوف ولا في ورقة مكتوب بالورقة إن هذا الولد ابن صاحب الفان أبو ماجد. أهلا وسهلا. معقولة؟ نعم هذا اللي صار. او تعطيه لزوجها، قالت شوف زوجها يوم شاف قال خرب بيتك يا ابو مالك تبي تورطنا، ويروح ويسلم الورقه لرجال الامن، القوا القبض على ابو ماجد. يلي ما تستحي يا قليل الادب، يلي مو محترم، وانت قاعد تلعب على بنات الناس وانت كذا، والناس تحترمك وتخليك توصل بناته وواثقين فيك، طلعت مو محترم لا، وابن خطيئة، كاتبين هذا ابن خطيئة وابوه صاحب الفان ابو ماجد. قال اقسم بالله العظيم ولدي. قالوا له هلا ورقة هذه يعني بيتبلون عليك؟ قال اي نعم يتبلون علي. قالوا له حبيبي وربنا وربك واحد، ما تطلع إلا تعترف. قال أقسم بالله. قال يا حبيبي أحاله. يوم أحاله طلب إنه يفحصونه، قال افحصوني يا جماعة وافحصوا الولد، أقسم بالله ما هو ولدي. قال أنا ماشي. بما أن المولود هذا كانوا جايبينه من الطرف السعودي، يعني من الطرف القرية اللي داخل حدود السعودية، قالوا نحيلك إلى القرية اللي جيت منها، يعني الولد هذا أنت جايبه من هناك وأكيد أمه موجودة هناك، فتواصلوا مع النقطة الأمنية اللي موجودة هناك وسلموه المولود وسلموه بأم ماجد، بدوا يحققون منه أمه. تكلم تكلم تكلم، أنت فعلا كنت موجود هني وخذيت المعلمات من المدرسة الفلانية، وإحنا بدأنا نحقق مع المعلمات، كلهم أنكروا بما فيهم البنت اللي ما هي متزوجة اللي هي سعدة، لأنها سعدة كذلك ساكنة هناك لكن ما لها أي علاقة في الموضوع، يعني أثبتوا أنه ما لها علاقة. تكلم زين، قول لنا منو امه، زين انت خاطف الولد شو مسوي؟ تكلم. قال اقسم بالله ما له شغل. زين ليش هذا اللي كاتب ورقه يتبلى عليك؟ ليش؟ وخط خط سيء، يعني لو انه خطه خط يعني مبين مرتب كان قلنا واحده من المعلمات متبلي عليك، معلمات ما يعرفوا يكتبون، لكن مبين ان هذا يا دوب يفك الخط وكاتب صاحب الفان ابو ماجد، ليش تبلى عليك؟ قال انا ما ادري يا جماعة، أنا إنسان ماشي بحالي وأنا خاف الله وأنا مالي بهالأمور. قالوا له هذا كلام ما ينفع، أحالوه للتحقيق، حقق معاه ينكر، خذوا منه اللي هو الفحص الدي ان اي، وفي ذاك الوقت الموضوع جدا صعب. لكن في المستشفى كان يبين، يعني يبين أن مثلا فصيلة الدم المولود مع يعني ميزات الدم، او ان مثلا شلون مواصفات الدم انها مطابقه بين الاب وبين الابن، لانهم اثنيناتهم موجودين فياخذون من الابن ومن الاب ويطابقون مع بعض، كان الموضوع شوي ممكن لكن كانت نسبه تاكيد بسيطه جدا، ما هو مثل التطور الان. المستشفى الاول اكد أن هذا الولد ما هو ولد أبو ماجد، ودزوا برقية إلى رئيس المركز، قالوا له هذا الولد يختلف اختلاف كامل عن
فصيلة دم الأب وعن جينات الأب، ومستحيل يكون هذا ولد هذا، مستحيل. متأكدين؟ قالوا متأكدين 100%. قال شلون 100%؟ أنتم مرات تخطئون ومرات، لأن في ذاك الوقت ما كان دقيق يعني، هو يعرف الرئيس المركز الظاهرة مر عليه الحالات. قال شلون 100%؟ قالوا تدري ليش إحنا متأكدين 100%؟ لأن أصلاً أبو ماجد ما يجيب عيال، رجل عقيم ما يجيب عيال. نعم، قال نعم رجل عقيم، ومبين أن أصلاً ما عنده اللي هو ميتة عند الحيوانات المنوية، ومبين من زمان بعد، مستحيل أن هذا يخلف أصلاً. قال لهم يا جماعة، يعني دزلهم برقية ومعصب رئيس المركز، أنتم مستشفى دايخ وأنتم كذا وتبتورطونا مع العالم. قام أحال أبو ماجد إلى مستشفى ثاني، طبعا ودوه من ذاك اليوم، ودوه إلى جدة، ودوه إلى في ذاك الوقت يعني الأماكن اللي كان فيها المستشفيات الكبيرة اللي تقدر تفحص مثل هالأمور، جدة والرياض وكذا، ودوه 5 مستشفيات، بالإضافة إلى تأكيد الطب الشرعي إن أبو ماجد فعلا ما في خلفه، أو مستحيل يكون أن هذا ولده، وهذا الأمر بحتي لأن الجينات تختلف بشكل واضح، ما يحتاج إلى تدقيق في الفحص. وينصدم رئيس المركز، هذا عنده 7 أولاد، عنده 5 أولاد وبنتين، شلون؟ شو ما يخلف؟ قال يبانا ليش أورط نفسي؟ وتعرفون قبائل وعشائر في هالأماكن هذه، أنا شلي أورط نفسي وأدش بسالفة وبكرة يعتبرني أني أنا أشوه سمعته ولا أنا أتبلع عليه؟ لا لا لا. قال حق أبو ماجد، يا أبو ماجد توكل على الله، أنت رجل بريء، وفعلا تبين أن هذا ما هو ولدك، يلا روح لأهلك. مشكور مشكور. تسألوني عن الولد، زين وين راح الولد؟ أنا أقول لكم الولد الله يسلمكم في الفترة اللي ينسجن فيها أبو ماجد، وعلى ما يطلع الفحص وتكرر الفحص أكثر من مستشفى، والرئيس المركز يبي يتأكد، ما يبي يتورط، ما يبي يصدم الرجل، وحتى لما بلغ أن هذا ما هو لده ما قال لأنك عقيم ولا أن عيالك اللي عندك في البيت ما هم عيالك، قال أنا ما لي شغل، يبا أنت ما أنت أبو الولد وخلاص اطلع وفكنا من شرك. أثناء فترة الاحتجاز أبو نافع اللي هو أخو أبو ماجد ما هو متأكد أن هذا الولد هل فعلا ولد أبو ماجد أخوه، وأخوه ينكر ولا شنو، لكن كسر خاطره الولد، فقام وطلب من مركز الشرطة أن يعطونا الولد، بما أن المرأة هذيك يعني أم عيال اللي خذتها في البداية تبدلها وما هي فاضية، قال يبا أنا أخذه أربي عندي، إذا طلع ولد أخوي يبقى أنا مربي، وإذا ما طلع بكسب فيها أجر، وزوجتي تبيه وميت عليه وتبكي ومضايقة وزعلانة، ما نقدر نوديه حق يعني زوجة أبو ماجد، أكيد ما ترضى تربي ولد زوجها اللي جاي بالخطيئة، فخلوه عندي. طبعا أحالوه للمستشفى، ومن المستشفى للطب الشرعي يفحصون الولد، وخذوا منه عينات وودوا المستشفى، وبعدين سلموه إلى أبو نافع عشان زوجته تربي، إذا طالع ولد أخوه خير على خير، وإن ما طلع بيكسب فيه هجر. بعد ما طلع أبو ماجد من السجن، جاء أخوه أبو نافع خذاه وداه البيت، حزين ومضايق وسمعته بالناس وكذا، وأنتم عارفين ويوصل معلمات والكل خلاص راح يصد عنه، يخافون حتى لو إنه طلع بريء، مدام صارت عليه شبهة ما يبون يعني السمعة توصل لهم ولا توصل حق حريمهم، والناس ما تلام يعني. المهم متضايق أبو ماجد وساكت، فالتفت عليه أبو ماجد قال له يا أبو ماجد أخلص علي الحين، قول لي شلون تصرف بالمصيبة. قال أي مصيبة؟ خلاص بعد خلصنا. قال بالفضيحة اللي صارت. قال يا أبو نافع إيش فيك أنت؟ ترى أنا والله ماني ناقصك، ومتضايق وحزين وحالتي النفسية تعبانة جدا.
الله يخليك سكر الموضوع. قال له اي موضوع سكره؟ اقول لك الفضيحه اللي احنا فيها الحين شلون اتصرف. قال له اي فضيحه يا ابن حلال؟ الحمد لله طلعت مو ابوه واكدوا الكلام. قال شنو؟ ندري ان انت مو ابوه. قال خلص. قال يعني انت ما قالوا لك شنو نتيجه التحليل؟ قال ايه قالوا لي ان انت مو ابو الولد هذا. بس قال لي نعم بس. قال ها ليش في شيء؟ قال لا لا ما في شيء خلاص نام مرتاح وبعدين يصير خير. ابو نافع طلع اصلا كان يتابع اخوه يروح المركز دائما ويسال عن نتائج التحليل وكذا، ووصل له خبر موضوع ان ابو ماجد اصلا ما في خلفه وان العيال اللي عنده ما هم عياله، وبعدين قالوا لان فعلا هذا الولد ما هو ولد ابو ماجد. فخب الموضوع لين يطلع اخوه. انصدم ان المركز مو قايلين حق اخوه، يعني راح لهم اليوم الثاني قال لهم يا جماعه انتم ليش ما بلغتوا اخوي في الموضوع؟ ليش ما قلتوا له ان العيال اللي عنده ما هم عياله؟ مسك رئيس المركز قال اسمع يا ابو نافع، احنا ما لنا علاقه في موضوع اخوك فيه عيال ولا ما فيه عيال، العيال اللي عنده هذول عياله ولا لا، احنا ما اجرينا لهم فحص ولا تسجلت قضية فيها الشأن هذا، وإحنا ما ننبش وراء العالم، إحنا قضيتنا المولود، والمولود اللي أنت الحين ماخذه تربيه زوجتك طلع فعلا ما هو ولد أخوك، خلاص الرجل بريء طلعنا، عاد عياله مو عياله اللي عنده في البيت هذا كيفه، إحنا ما لنا شغل. طلع أبو نافع رجع البيت ومسك أخوه أبو ماجد اليوم الثاني قال اسمع يا أخوي، الموضوع اللي انت ما تدري عنه والمصيبة الكبيرة ان مو بس موضوع الولد هذا ما هو ولدك، حتى عيالك السبعة الخمس اولاد والبنتين هذول ما هم عيالك اصلا، اثبتوا ان هذا الولد ما هو ولدك لان انت اصلا ما فيك خلفة، وهذا اللي اكدوه اكثر من مستشفى، وعلشان كذي انت تبهذلت ورحت يعني تم فحصك عن طريق في جدة مستشفى كبير وفي الرياض وتأكدوا. هني انتبه أبو ماجد وبدأ يصرخ المسكين، شنو شو تقول؟ معقولة صح؟ ليش كانوا يفحصوني أكثر من مرة وليش كذا وما قالوا لي؟ معقولة يعني هذول مو عيالي؟ ماجد ما هو ولدي، ماجد ما هو لي، ماجد انجن. معنا عنده سبعة بس اللي شلع قلبه ماجد، يموت في ماجد، ماجد ما ولدي، ماجد مو لي، ماجد معقولة انه مو ولدي؟ يقعد يضرب راسه بالحيط ويبكي وانهار ويمسك في ابو نافع. قال له استر علينا، استر علينا لا تنفضح السالفة، انا جاي اكلمك الان علشان اتصرف لك في الموضوع، مو معقولة لا كلامك. قال له الحين باخذك بوديك المركز بنفسك تسأل. ياخذ ابو ماجد يبكي. الساعتين اللي يوصل فيها الى المركز اللي في القرية هذه صارت عندك انا سنتين، يبي يوصل بس يبكي يقول له اسرع الله يخليك اسرع خل اتاكد، معقوله ماجد ولدي الرجال اللي احلم انه بكره يكبر وزوجه واشوف عياله ولدي اللي ربيته عيالي قال يا ابن الحلال اذكر اللحظه شوي. يوم وصلوا مركز ودخل على الرئيس، ينصدم الرئيس هذا. قال له يا ابو نافع انت بتورطني، تبي تجيب لنا الجلطه انت؟ يا اخوي احنا ما لنا علاقه في الموضوع. ابو ماجد قام يبوس ايد رئيس المركز يقول الله يخليك قول لي شنو النتيجه. قال له يا اخوي النتيجه واضحه وموجوده ومسجله ومقيده لدى الجهات الامنيه، انت رجل عقيم ومالك خلفه، وانا ما اقدر اقول لك والله العيال اللي عندك في البيت ما هم عيالك انا ما فحصتهم، لكن انت ما فيك ابدا عيال. ينهار يغم عليه شوي ويشيلونه، يغم عليه شوي ويشيلونه، خذا أخو أبو نافع ورجع فيه القرية، خلاه عنده داخل البيت علشان لا يبدأ إنه يصرخ ويفضحهم وكذا لين يتصرف فيها المصيبة. صح أبو ماجد آخر الليل
يبكي وحزين، مو ماكل من أمس ويوكله، يقول له اشرب اكل يا ابن الحلال لا تموت علي. يا ابو ماجد خلك رجال وخلني اتصرف معك. انت عارف ان زوجتك هي بنت اخو زوجتي، يعني قرايب، لا تسمعك زوجتي الان اللي هي خالة زوجتك وتنفضح السالفة. اهدأ وخلني اريحك بالموضوع. قال عيالي؟ قال لا عاد اسمعك تقول عيالي، احنا لازم زوجتك هذه نقيم عليها الحد الرجم، نقتلها ونغسل عارة. الشيء الثاني راح نتصرف بالعيال وبدون ما حد يدري. ويروحون الى بيت ابو ماجد. طبعا ابو ماجد خلاص عقله صار مو معها، بس يمشي وراء اخوه. شنو يقول لاخوه؟ يقول له اوكي ماشي خلاص، تعب 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 ما هو قادر يتحمل. او يمسكون زوجة ابو ماجد او يضربونها ضرب. اعترفي 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 وتقول فعلا انا بعد سنة سنتين من زواجي وشفت اني ما حملت، عرفت ان العيب ياهو مني يا من ابو ماجد، وخفت انه يطلقني وان الناس تسمع فيني وانفضح وسمعتي وكذا، وما حبيت يعني اشوه سمعتي. شوفوا التفكير الشيطاني. عرفت على شاب اسمه هشام وحصلت بيننا علاقة وفعلا حملت منه. عرفت ان ابو ماجد اللي ما فيه عيال وان انا ما فيني شيء، واستمرت علاقتي مع هشام طول هالسنوات. يعني 7 عيال أكدت أنهم عيال هشام. يوم سمع الكلام هذا أبو ماجد وهي تعترف أو يصرخ ويخنقها يخنقها لين ماتت. الكلام هذا حصل قدام منه؟ قدام ماجد ولدها الكبير، لأن ماجد تدخل في البداية لما مسكوا الأم وبدأوا يضربونها عشان تعترف، فيبي دافع عن أمه ليش هيبا ليش يا عمي وكذا. امسكوه وقالوا له اسمع اسمع الحقيقة اللي لازم تعرفها أنت. أنت ترى أبو ماجد ما هو أبوك، أنت أبوك رجل ثاني وأمك خاينة واعترفت. وفعلا سمع الولد ماجد، سمع اعترافات والدته وحقد عليها، وحتى جلس يعني ينتظر نهاية التحقيق بينهم. ضربوها ضربوها لين أبو ماجد فقد أعصابه وبدأ يخنق أم ماجد لين ماتت بيدينا. راحوا أخذوها ودفنوها في منطقة برية ورجعوا البيت. طبعا ماجد حزن حزن شديد جدا. ماجد رجل محترم شباب عمره 19 سنة، تفاجأ أن هذا الأب اللي كان يحبه واللي كان 24 ساعة معاه ويعلمه ويربيه ما هو أبوه وأمه، أصلا خاين أبوه واللي رباه اللي هو أبو ماجد، وأبوه واحد ثاني اسمه هشام. طبعا أبو نافع قال هشام هذا موضوعه عندي، أنا راح أتصرف معه، لكن الآن راح نتخلص من الأولاد. الكلام هذا كان من وراء ماجد، يقول حق أبو ماجد أصلا خلاص. قال له يا أبو نافع سو اللي تسويه خلاص، أنا ما أقدر أتحمل الوضع هذا خلاص. تبي تقتل عيالي، تبي ترميهم، تبي تسلمهم للجهات الأمنية، تسوي اللي يسوي خلاص. أنا صحتي خلاص، أنا تعبان تعبان، الله يخليك يا أبو نافع أنا تعبان. وينام أبو ماجد، قال له نام 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 بكرة راح نتصرف. طبعا ماجد خذ أخوانه وجلس في البيت يبكي وحزين وكذا، شاف أمه ماتت واكتشف ان هذا ما هو ابوه. يعني شنو الاحساس اللي كان فيه الولد هذا المسكين وفي هالعمر، عمر صعب جدا يتقبل مثل هالامور. قعدوا الصبح
أبو ماجد جاي يصحي أبوه أبو ماجد اللي رباه واللي يحبه واللي لكنه ما هو راضي يصحى، يحاول قام يصرخ عمي ينادي عمه أبو نافع لأنه ساكن جنبهم، أو يجي أبو نافع يركض إيش فيك قال له أبوي ما يتحرك. يوم راح ولا أبوه متوفي، صارت فيه جلطة وهو نايم المسكين من القهر اللي شافه. أبوي توفى أبو ماجد ويسوون عزاء ويلتمون العالم. العالم ما هي عارفة القصة، لكن تعرف أن أبو ماجد كان متهم في ولد اللي تركوه عنده في الباص، وأنه طلع بعدين ما هو أبوه، اعتقدوا أنه بسبة هالشيء هو اللي صار فيه جلطة هو نايم أو من الضيقة اللي حصلت له. طبعا ماجد بعد وفاة أبوه خلاص أصبح يتيم رسمي، رغم أن هذا ما هو أبوه، لكن الإنسان اللي كان يحب اللي كان يشوفه هو قدوته في هالدنيا وهو كل شيء مات، وأمه خاينة وهو ابن خطيئة وهو أخوانه، ولام أخوانه في البيت ويبكي يبكي ما هو عارف شو يسوي. اليوم الثاني وتصحى القرية على مصيبة ثانية، ولا ماجد وأخوانه الستة كلهم ميتين في البيت، ولا ماجد مسمم الأكل جايب أكل ومسمم نفسه ومسمم أخوانه، ما هو قادر يتحمل وعارف أنهم خلاص راح يواجهون مصير صعب، وأن الكل راح يسولف وأن هم عيال حرام، وما هو قادر يتقبل وأبوه مات وأمه ماتت وعمه يتوعد فيهم. قام وسمم أخوانه وهو كذلك أكل معاهم السم. اليوم الثاني الصبح ولا كلهم جثث، والقرية تحزن، ما هي عارف القصة لكن يعرفون قصة أبو ماجد مع المولود، يعتقدون أن لما توفى أبو ماجد العيال ما تحملوا، والأم كانوا يدورون عليها قالوا اختفت ما أدري هربت ما أدري راحت مع منو، يعني ما هم عارفين شو السالفة. السالفة فيها غموض، تدخلوا رجال الأمن بعد ما سألوا وين الأم، زين وين الأم، بدوا يحققون مع الموضوع. قام أبو نافع وبطلهم الجربة قال يبا أخوي الله يرحمه اكتشف أنه هو ما يجيب عيال، وهالموضوع مسجل لدى مركز الشرطة اللي في القرية الفلانية، وبعد ما رجع وإحنا رحنا سألنا وفعلا تأكدوا طلع كلامه صحيح، وأن تأكد أن هذول ما هم عياله. قام وقتل زوجته ودفنها في المكان الفلاني، هو اللي بلغني. فاليوم الثاني لما توفى عياله ما تحملوا اللي هو ماجد، وماجد سمم نفسه وسمم أخوانه. لا حول ولا قوة إلا بالله، القصة سوت ضجة في القرية، والقرية اللي كانوا يروحوا لها يدرسون فيها، وجميع الناس اللي يعرفون أو القريبين من أبو ماجد وأخوه أبو نافع. الموضوع صعب جدا، بشرية راحت بسبة خطيئة. لا، القصة فعليا إلى الآن ما بدت، والأكشن جاي يكون في الطريق. الله يسلمكم. الآن نرجع إلى منو؟ إلى الولد اللي قاعد يربيه أبو نافع، اللي كان متهم فيه أخوه أبو ماجد، طلع ما هو ولده ورباه. الولد هذا الحين من أمه، احنا دشينا موضوع ثاني وقصة ثانية أبلى من قصة الولد، لكن العائلة كلها انفنت بسبة هالسالفة. منو أم الولد اللي بداية القصة؟ منو هي أمه؟ ليش ما عرفوها؟ أنا أقول لكم راح تعرفون منو أمه أثناء السرد، لأن أبو نافع الآن حاقد على منو؟ الحقير اللي له علاقة مع زوجة أخوه اللي تخلصوا منها اللي هو هشام، لكن يبي ينتقم منه بدون ما حد يدري، وأنه هو اللي اقتله وكذا. قام طلب من زوجته تسوي له أكل وحط فيه سم ووداه إلى هشام. مرحبا هشام، مرحبا أهلين. هشام عنده محل بيع قمشة وكذا، قمشة النسائية وغيره يعني. مرحبا هشام، مرحبا، والله هذا نقصة يعني، احنا جايب لك اكل. مشكور يا عمي ما قصرت، الله يعطيك العافية وكذا. اخذ هشام الاكل
هشام عنده حوالين محل قطط وتمر عليه وكذا والآن مشغول ما هو فاضي يأكل، فأخذ شوية من الأكل ورماه على الأرض يوكل القطط اللي عنده أم وعيالها، وجلس يشتغل يبيع وكذا ويقص الأقمشة وماشي أمور وتمر عليه نسوان وتمر عليه كذا. شوي التفت ولا الأم ترافس وعيالها طايحين جنبها ميتين، والأم ها تنازع ترافس 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 لين ماتت. صدم، ايش فيهم اذا فجأة ماتوا الأم وعيالها جراوة تحت جنبه في محله. قال ها لا يكون الأكل في شيء، فتح الأكل شم حسنا فيه رائحة غريبة لكن ما هو متأكد، فخاف، وخصوصا اللي جايب له منه أبو نافع أخو أبو ماجد اللي زوجته له علاقة فيها. قال ها، وياخذ الأكل ويرميه في حاوية القمامة زبالة، ويسكر المحل ويروح للبيت. حس ان في شيء صاير، قام يسأل، قالوا ترى ابو ماجد مات واليوم الثاني عياله ماتوا. ها عياله ماتوا؟ عيال يعني عيال هشام، بس عيال حرام بالنسبة له يعني ولا هامة. شو ماتوا؟ والله ماجد مسمم اخوانه. زين وين ماجد؟ المصيبة الكبيرة وين هي؟ قالوا اكتشفوا ان ابو ماجد قتلها ودفنها، وهذا باعتراف اخوه ابو نافع. قال بس الظاهر ان عرف ان لي علاقة ويبي يقتلني. بس رجع مرة ثانية للزبالة ولا فعلا يحاول يدقق، قال لا هذا الاكل فيه شيء وهذا يبي يقتلني. رجع بيته وخايف وسكر عليه الباب وينتظر متى يطلع الصبح علشان يهرب علشان يترك القرية باللي فيها. بالليل ولا يشوف رجل عند باب البيت ويقعد يطالع، ولا هذه مثل حذاء ابو نافع، ويطالع من فتحه ولا هذا فعلا ابو نافع. يضرب الباب يسأل عن هشام، يا هشام ما يرد عليه. فابو نافع اصلا جاي بيتاكد، قال هذا الحين اكل الاكل بنشوفه، ما هو موجود في المحل، يمكن بعد ما اكل مات داخل البيت، يبي يتاكد. يوم ضرب الباب وما فتح له قال لا بس خلاص مات وارتحنا من الحقير. هذا لما شاف ابو نافع عند الباب خاف وسكت، انتظر لين مشى وجلس يفكر انا شلون اهرب الحين، وزين وحلالي والناس تدور علي، وحتى لو هربت راح يجيبوني. لا أنا عندي خطة أفضل. اسمعوا المصيبة. اليوم الثاني الصبح ويروح هشام إلى أبو نافع في محله وينصدم فيها أبو نافع. قال له ها شلونك؟ أنت أكلت أمس؟ جبت لك أكل، أكلت ولا ما أكلت؟ قال له إيه يا أبو نافع، أنت بيني أكل صح؟ أنت حاط لي السم في الأكل صح؟ قال له نعم. لا ما في. قال اسمع يا أبو نافع، لا تخليني الآن أودي الأكل اللي حطيت لي فيه سم وأبلغ رجال الأمن في الموضوع وإنك ناوي تقتلني، وإنت عارف إذا سجلت قضية راح أفضح القصة، قصة أخوك وعياله وإن هذول هم أساساً عيالي. أنا أدري إنك عرفت، وأكيد أم ماجد اعترفت وعلشان كذي أنتم قتلتوها، وأكيد أنت اللي شاركت في قتل أم ماجد، وفوق هذا ترى أنا أعرف سر خطير جداً عنك، أنت اللي تسوي نفسك شريف. اسمع يا أبو نافع، أنا عطني يومين ثلاثة أصفي حلالي وأطلع من القرية ولا راح تشوفني، لكن أقسم بالله أنت عرضت لي، لا أفضح كل شيء وأنت راح تتورط بجريمة قتل أم ماجد وكذلك محاولة قتلي، وترى العيال كلهم ماتوا
يعني ما راح تقدر تثبت انه معي عيالي. انت فاهم يا ابو نافع ولا لا؟ سكت ابو نافع. يلا ماشي، بعطيك يومين وما اشوفك ابدا في هالقريه. قال له ماشي. مش عندنا هشام. اكيد مصدومين انتم، مش اللي صار؟ انا اقول لك شو اللي صار. راح، تذكرون لما اقول لكم ابو ماجد جلس يدور على ام الولد في المسجد وسأل وما خلى احد وبلغ الشرطه وجو حققوا مع الحريم وكذا؟ كانت سعدة راجع بيت اخوها لنهاية الفصل الدراسي وعطلة الصيف وكذا، فاستدعوها وحققوا معاها. لما رجعت البيت اسألتها زوجة اخوها اللي تكرهها، قالت لها يا سعدة انت ليش حققوا معاك وانت شنو علاقتك وانت مرة لا انت متزوجة ولا شيء؟ قالت والله انا ما ادري، سألوني وقلت لهم انا مو متزوجة. قالت سعدة طالعي حطي عينك بعيني. قالت نعم شنو فيه؟ قالت له سعدة اللي كان في بطنك وين وديتيه؟ قالت نعم. قالت له هي نعم. انت تحسبين لما انا قلت لك ما ابيك تعيشين عندي وطلعي برا وروحي شوفي لك مكان ثاني موضوع عبط؟ انا كنت ادري انك حامل وكنت في الاشهر الاولى، وحتى لما كنت تزورينا كل نهاية الاسبوع كنت تلفين بطنك بقطعة قماش وتلبسين ملابس فضفاضة علشان انا ما انتبه وحتى اخوك ما ينتبه انك انت حامل. وتسكت سعدة. قالت له انت يعني كنت تدرين؟ قالت اي نعم كنت ادري. وين وديت الولد؟ قالت انا ولدت الولد هذا في شقتي اللي بجانب المدرسة، وساعدتني وحدة اندونيسية مرة كبيرة في العمر كانت تشتغل عندنا في المدرسة، وانا اعطيتها فلوس وقلت لها انا متزوجة لكن بعيدة عن اهلي وعن زوجي، وانا يعني متعودة اني اولد في البيت رغم ان الفترة هذه كانوا الناس يولدون خلاص في المستشفيات ما حد يولد في البيت، لكن طلبت من الاندونيسية انها تساعدها بما انها وحيدة وكذا. قالت لها تعرفين تولدين؟ قالت لي انا عندي خبرة. قالت لها هات اعطيك فلوس وولديني في البيت، وفعلا اولدت في البيت وجابت الولد، لكن انت بتخلص منه انتظرت الى نهاية الفصل الدراسي علشان وهي راجعة تخلص منه. قالت لها الحين زوجة اخوها يا سعدة منو أبو الولد؟ قالت له حميد. الله لا وفقك يا سعدة. حميد؟ قالت إيه نعم حميد. قالت له الحين ما لقيت إلا هالشايب الحقير اللي كذا وكذا وكذا؟ قالت والله هذا اللي صار، أنا بيني وبينه علاقة وهو أبو الولد، وهو اللي قال لي اترك الولد جنب الباص واكتبي ورقة وحطيها داخل اللفة واكتبي ان هذا ابن خطيئة وان ابوه صاحب الفان ابو ماجد. قال له حرام عليك ورطت الرجال يخرب بيتكم الله لا يوفقك، لكن انا علمك. قامت زوجة اخو سعدة وكلمت زوجة حميد أبو الولد، قالت له ترى القصة كذا كذا وترى هذه أخت زوجي هي أم الولد وزوجك هو أبوه. وهني بدت الكارثة الكبرى في القصة. منو حميد؟ حميد الله يسلمكم هو نفسه أبو نافع، هو نفسه اللي قال حق سعدة ورطي اخوي واكتبي ان هذا ابن خطيئة وان ابو صاحب الفان ابو ماجد، علشان كان يعتقد ان اخوه راح ياخذ الولد يربيه عنده فيكون ولده عند اخوه كذي في باله، لذلك هو ورط اخوه موضوع المولود. ما يدري ان راح تنكشف قصة ثانية ان عيال اخوه كلهم عيال خطيئة وان زوجة اخوه كانت تخونه مع اللي هو هشام. شو سالفة؟ تجر سالفة.
يا حقير يا ابو نافع. ابو نافع اللي كان مسوي نفسه شريف، اللي راح مسك ام ماجد وقال له اخوه لازم نقيم عليه الحد، وخلى اخوه يقتل زوجته وساعده في دفنه، هذا هو نفسه اللي كان مرتكب الخطأ مع سعدة وكان له علاقة فيها. ولذلك لما أقول لكم أن زوجة أبو نافع ماتت على الولد وتقول جيبوا لي يا أنا ربيه، كان بتحريض من أبو نافع لما شاف أخوه خلاص سلمه لرجال الأمن، خاف أن ولده يروح بعيد، فقام يروح حق رئيس المركز يقول له الله يخليك زوجتي تبي الولد تبي تربيه وكذا، يبي ولده عند زوجته. هني الآن اكتشفت زوجة حميد اللي هو أبو نافع، اكتشفت أن الولد اللي قاعدة تربيه هذا ولد زوجها وأمه سعدة. قالت لا اسمع، أقول لكم بنت أجاويد وبنت ناس محترمة ومرأة في قمة الحكمة والذكاء. قالت اسمع يا حميد يا أبو نافع يا حقير، أنا راح أزوجك سعدة واخذوا ولدكم هذا اللي عندي ربوه الله لا يوفقكم، وروح اعترف بالولد، الولد ما له ذنب، اعترف فيه وتزوج سعدة وانا اللي راح اخطبها لك. وبعد ما تزوج بدون فضايح اطلقني وانا اخذ عيالي، تفهم ولا ما تفهم؟ قال انا حاضر، استري علي الله يخليك. قالت لا انا اصلا مو طلب منك بستر، أنا بستر عليك لوجه الله علشان هالولد هذا بس، ولا أنت مو كفو وسعد الحقيرة هذه ما هي كفو، أنت أصلا سبحان الله اللي الله يعني كشف لك بلاوي بسبة قصة أخوك، رحت ورطته وتدمر أخوك، أخوك مات ما تحمل الصدمات اللي جتها ورا بعض، أولد اللي انتحر وقتل أخوانه وأمه اللي شافها بعيونه وهي تموت، ويخرب بيتك يا أبو نافع الله لا يوفقك. وفعلا راحت واخطبت له سعدة وزوجت سعدة لزوجها حميد اللي هو أبو نافع، وخذت منها الطلاق وخذت عيالها ورجعت لأهلها وساكنين في منطقة بعيدة جدا. لما تزوج أبو نافع سعدة ايش بيسوي؟ يبي يعترف بالولد، ف لانه يحمل جنسية سعودية ما يبي يسجل الولد انه مولود في اليمن، يبي يسجل انه في السعودية، وعلشان يستقر هو سعدة بعيد عن قريته وبيستقر هناك قريب من مدرسة زوج، فراح للسعودية وراح سجل الولد ان هذا ولده وكذا، اكتشفوا انه مزور تاريخ مولد الولد، انكشفت القضية وتم القبض على سعدة وعلى حميد اللي هو أبو نافع، والولد خذوه وسلموه إلى دار الرعاية اللي هو دار الرعاية الاجتماعية، وألقوا القبض على الأندونيسية اللي اعترفت بأنها هي اللي ولدت سعدة في البيت، ورحلوها الأندونيسية عاقبوها بالترحيل، وحكموا على سعدة وعلى حميد اللي هو أبو نافع بالسجن. أبو نافع بعد ما انسجن وانتهت الدنيا وزوجته اخذت عياله وراحت بعيد، وهو كذلك يحب عياله وخصوصا اولده نافع المعاق وحزين عليه وعلى فراقه وعلى بناته، والان متورط في قضيه زنا ومسجون وطبعا مع الجلد والكذا المهم، وحتى ابن الخطيئه خذوه دور رعايه. لكن بعد فترة سمع أن زوجته أو طليقته أم نافع، أقول لكم بنت أجاويد، يوم عرفت أن زوجها انسجن وياه الأصخلة سعدة وأن ولدهم رجعوا خذوه اللي هم إدارة الرعاية، راحت وطلبتها مرة ثانية أن هي اللي تربي، لأن كانت في البداية هي ربته لين عرفوا أبوه، طلع أبوه كذلك زوجها، وقالت يبا بما أنه ولد زوجي عطوني يا أنا أبي وأنا عندي عيال وكذا وما عندي ولد، عطوني يا عفوا عندي ولد وولدي معاق وما عندي إلا بنات وهذا ولد يعني أنا أربيه وأنا أولى فيه. قالوا له يلا خذيه، انبسط
أبو نافع، وهذا اللي خلاه يحزن كذلك أكثر وأكثر على أم نافع. أنا شلون فرطت فيها وشلون لعبت بالدنيا وسويت علاقة مع سعدة وورطت أخوي، وأخوي مات وقتل زوجته بسبة يعني يعني كشف الأحداث هذه. صح إن أنا ما لي علاقة في خيانة زوجته مع هذا هشام، لكن كنت سبب. المهم يلوم نفسه ومضايق وحزين، والسجن سنوات تمر عليه وهو مضايق، وياكل يوم يجيه آمر السجن قال له أبو نافع، قال أي نعم، قال له عظم الله أجرك، لا إله إلا الله، منو بعد؟ قال له أبو ولدك نافع. ويقعد يبكي، ولده نافع المعاق لأنه كان فعلا مريض وتعبان وتوفى. ويقعد يبكي وحالته حالة مش يسا، خلاص ضاع ضاع من كل النواحي، خصوصا فقدان الأخوه، خصوصا البلاوي اللي صارت من تحت راسه، والآن ولده اللي يحبه، أن ولده اللي تعرفون أنتم دائما اللي عنده ولد يكون تعبان يكون أعز من إخوانه. سبحان الله، اسألوا مرأة يعني في حكمة، أنا والله ما أتذكره بالضبط، لكن اسألوا رجل أو امرأة، عفوا اسألوا امرأة من أعز عيالك، قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يصح، يعني اللي يكون أصغر واحد يكون أعز، مو أعز لأنه مختلف عن إخوانه، لا، أعز لأنه صغير، صغير ما هو قادر يحمي نفسه أو ما هو قادر يرعى نفسه، فالأبو يعطيه حنان أكثر لين يكبر ويصير الأبو على الكبد ويقول له أذرف عن وجهي، لكن يهتم دائما بالصغير. والمريض يعني عيالك اسم الله عليهم أصحاء ما فيهم شيء، إذا بينهم واحد مريض تحبه أكثر، لأنه هو شعور يعني كأنك تمده بالطاقة والقوة وكذا، فتعطيه من نفسك أكثر. هذا الولد نافع كسر ببوه، وذيك الليلة ينام أبو نافع، اليوم الثاني ميت، ميت من القهر والضيم اللي صار فيه. بقت سعدة، سعدة بعد كم سنة طلعوها من السجن، وسعدة كان الحكم عليها مخفف يعني ما هو كثر أبو نافع، خذت لها كم سنة وطلعت. طلعت وين راحت؟ راحت حق أم نافع عند ديرتها، أنا ما ودي أذكر الديرة يعني ما لها علاقة في الموضوع، راحت لها وخذت منها ولدها. أول ما طلعت من بيت أم نافع وماخذة ولدها، ولا هذا أخوها اللي مترصد لها عند الباب، أو يقتل سعدة وياخذ الولد ويرجعه عند أم نافع ويقول لها الولد هذا في ذمتك وهذا ولد زوجك وأنت ما لك ذنب فيه، هذه سعدة وأنا غسلت عاري وانتقمت منها، وزوجك لو إنه كان أو طليقك لو كان على قيد الحياة والله كذلك لأقتلها، لكن الآن أخو سعدة كذلك يبحث عن واحد، منو؟ يبحث عن هشام. شنو علاقته بعد بهشام؟ أنا أقول لكم، لما سجن أبو نافع وأنب ضميره وكذا، كان يزور أخو سعدة ويهدده، وكان يرسل له ناس يحاول أنه يقتله داخل السجن، مقهور على اللي سواه بأخته، حتى لو أنه فعلا هو زوج إياها بعدين، لكن بعدين اكتشف موضوع الزنا وأن هذا الولد ولدهم، فصار يدز له ناس بالسجن يقول اللي يقتله لي أعطيه فلوس، لكن ما قدر، فكان واصل الكلام. فيوم من الأيام رايح زايرة، أخو سعدة زايرة، ولما زار على ابنه هو زايرة نسيبة، لكن هو زايرة عشان يهدده، قال والله يا ابو نافع صدقني إذا ما قتلتك راح أقتل بناتك، راح أروح لديرتك هناك، ديرة امرتك اللي خذت عيالك، وراح أقتلهم، أقتل عيالك الخمس البنات وأقتل ولدك المعاق. يقول الله يخليك، والله أنا تبت وبعدين أنا تزوجته. قال تزوجتها ولا ما تزوجتها، أنت كان لك علاقة فيها وجايب منها ولد، والله ما هدك. قال يا ابن الحلال ترى مو بس أنا،
قال له شنو؟ قال له مو بس أنا اللي كنت على علاقة مع سعدة. قال إيش قاعد تقول أنت؟ قال حتى هشام، تعرف هشام؟ هشام اللي بيع القماش؟ قال له هشام شنو علاقته في الموضوع؟ قال له أنا أقول لك القصة، طبعا هذا في الزيارة اللي جاية. قال له هشام هذا هو أبو عيال أخوي، أخوي مو اكتشف أنه ما يجيب عيال وأن زوجته تخونه مع واحد، كانت تخونه مع منه؟ مع هشام هذا. وأنا رحت أسمم هشام واكتشف الموضوع، جاني اليوم الثاني وهددني أنه يفضحني. قال يا أبو نافع إذا أنت تسوي نفسك شريف وزعلان أني أنا لي علاقة بزوجة أخوك وأن عيال اللي عند عيالي، ترى أنا أدري أن لك علاقة في سعدة. قال نعم. قال إيه نعم، وأنا كنت أشوفكم لما هي تختخت تجي عندك داخل المحل، وأنت أبو الولد اللي هي رمته، وأنا متأكد من هالشي، فأستر على الموضوع وخلني أنا أصفي أموري وأطلع أهاجر. قال وانت شلون تأكدت ان انا ابو الولد؟ قال لان انا لي علاقة كذلك في سعدة. انت صحيح كنت على علاقة فيها، لكن هي ما يصفى على ظهرها الماي، هي ما هي مضبوطة، كانت تزورني وانا كانت بيني وبينها علاقة مقابل اني كنت اعطيها اقمشة وكنت العب عليها، وقالت لي ان هي احملت منك وان هذا ولدك وان هذا كذا، وانا كنت ادري لكن اصلا ما كنت منتبه لها، اصلا هي بشعة يعني، انا يدوب اني خذيت منها اللي ابي، وبعدين انا اصلا صرت ما اشتهي اني اقرب منها، لكن ادري بعلاقتك فيها، فلا تسوي نفسك شريف وخلني انا اروح بحال سبيل. يوم قال هالكلام حق أخو سعدة، قال له ماشي يا حميد يا أبو نافع، إن شاء الله أنت لما تطلع راح أقتلك، وأنا كذلك راح أقتل هشام. طبعا أبو نافع مات بالسجن، وسعدة لما طلعت أخوها مسكها وقتلها. الآن يدور على هشام ويدور عليه يدور عليه يدور عليه، مرة 3-4 سنوات على السجن وهروب هشام، أو يعثر على هشام في صنعاء. هذا الكلام اللي هو كان نهاية القصة في عام 84، لقى هشام، ولا هشام متزوج وتو عنده ولدين وبنت، ولا وفاتح محل كبير للأقمشة وماشي أموره، ويجلس أخو سعدة يترصده لين شافه في يوم الأيام ماخذ عياله ورايحين يروحون يعني أحد البساتين أو الحداق يعني ينزهم وكذا، أو يطلق النار على هشام وعلى زوجته وعلى عياله ويسلم نفسه للسلطات الأمنية. قال لهم يبا أنا أصلا مطلوب على قضية قاتل أختي، وأنا بغسل عاري، وهذا كان لي علاقة بأختي، وهذا قصته كذا كذا، وهذا كان كذلك له علاقة في قصة مقتل أبو ماجد لأن هذا أبو العيال، وهرأ وكشف القصة بالكامل. ما لكم بطويلة، احكموا عليه بالإعدام، وتم فيه تنفيذ حكم الإعدام، وللأسف كانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.